السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ بدايه كده، في كذا مجموعه من الناس، كل مجموعه عندهم اعتقاد ان انت الدهون ازاي الدهون بتخرج من الجسم. الدهون بتخرج عن طريق البول او يعني الحمام، وفي مجموعه من الناس بتقول لك الدهون بتخرج عن طريق العرق، ان انت لو لفيت جسمك مثلا بالحزام بتاع يعني التسخين ده او الخساسان ده او البدله بتاعت التخسيس دي هتخسر دهون اكتر، كل ما تعرق كل ما تخسر دهون اكتر. وفي ناس بتقول ان الدهون بتحول عضلات. ثلاث مجموعات من الناس، مجموعه بتقول ان الدهون بتخرج عن طريق الحمام اذا كان بول او براز، في مجموعه تانية بتقول ان الدهون بتخرج عن طريق التعرق او العرق، في مجموعه ثالثه بتقول ان الدهون بتخرج عن الدهون بتتحول لعضلات. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لكم عن طريق يعني الطريقه الصح اللي بتخرج الدهون من الجسم. بدايه يا جماعه، اتمنى بس لو انت اول مره تشوف القناه، اتمنى تنزل تعمل لايك في تدعمني في الفيديو وتعمل اشتراك في القناه. وان شاء الله لو انت بتهتم بالساعات، الساعات الايد، احنا ان شاء الله بنعمل اكبر مجموعه الوطن العربي كله مهتمين بالساعات وبالتخسيس كمان ان شاء الله. فاتمنى تنزل تدعمنا بالاشتراك في القناه وكمان تعمل لنا لايك في القناه. شكرا جدا. بدايه الدهون، ايه بدايه الدهون؟ الدهون في بدايه الطفوله خالص، الدهون يعني نتكلم بقى بشكل علمي اكتر، ان الدهون بتبقى حاجه اسمها عباره عن خلايا دهنيه. الخلايا الدهنيه دي بتبتدي معاك منذ الطفوله وبتبتدي تزيد، فحجمها الحيز بتاعها بيبتدي يوسع والحجم بتاعها بيبتدي يزيد في مرحله البلوغ والحمل والمراهقه. تمام؟ ده غير طبعا بقى الحاجات الاستثنائيه زي مثلا السيدات شويه بيبقى ميالين اكتر لان هم يتعرضوا ان هم الخلايا الدهنيه توسع عندهم. الخلايا الدهنيه دي بتبقى حيز بسيط، بيبقى يعني حجمها بيبقى حاجه اسمها 0.6 ل 0.9 مايكرو جرام، حاجه كده بسيطه جدا، بس ملايين الملايين في الجسم منها. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت لما بتاكل كتير بيبتدي تتزود الدهون في الخلايا الدهنيه، بتوسع الخلايا الدهنيه، فبتوسع يعني حيز الدهون كله. فبعد كده لما بتزيد حجمها بيبتدي يظهر الكرش ويظهر الارداف والكلام ده. الدهون دي عباره عن خزانات الطاقه. خزانات الطاقه بمعنى ايه؟ ان انت حضرتك لما انت بتملى الخلايا الدهنيه دي بالدهون، لما انت حضرتك بتقعد يوم او يومين من غير اكل بيبتدي الجسم يقول لا انا عايز اكل، انا عايز طاقه، فيبتدي يكسر او يحصل حاجه عمليه اسمها الكيتوسيس، اللي هي ظهر الكيتوجينيك دايت او الكيتو دايت. بيخش في الجسم في مرحله اسمها كيتوسيس، اللي هو بيخش ياكل من الدهون اللي جوه الجسم. هو محتاج طاقه، ما انت بقالك يومين ثلاثه ما بتاكلش، انت بتشرب ميه بس، فالجسم دلوقتي عارف ان هو داخل في مرحله مجاعه فمحتاج ياكل. ايه اللي بيحصل؟ بيخش ياكل من الدهون اللي موجوده في الجسم. الدهون مكونه من هيدروجين وكربون. فايه اللي بيحصل بالظبط لما حضرتك بتتنفس؟ لما انت حضرتك بتتنفس بالظبط، اللي بيحصل ان انت بتستنشق الاكسجين. لما انت حضرتك بتستنشق الاكسجين، فالاكسجين بيروح داخل مفكك ذرات الهيدروجين والكربون اللي كانوا ماسكين في بعض، فبيخش يفككهم. فايه اللي بيحصل؟ ليترلي حرفيا الاكسجين بيحرق في الدهون اللي في جسمك، بيحرق بالمعنى الحرفي بس على الهادي جدا، وبيحرق في اطار محكوم، لان لو ما بيحرقش في اطار محكوم هيحرق في الخلايا وهيدمر جسمك، فبيضطر يحرق في مراحل معينه وبيحرق في اطار محكوم. فايه اللي بيحصل؟ لما انت بتستنشق اكسجين، الاكسجين بيخش يفكك الدهون، نبتديها من الاول، الدهون مترابطه في ذرتين، ذره هيدروجين وذره هيدروجين وكربون، فبيتربطوا مع بعض. فالاكسجين اللي انت بتتنفسه عن طريق الشهيق فبيبتدي يخش يكسر في الترابط ده، فلما يكسر بينتج طاقه، بينتج حراره. فالحراره دي بتخرج مع الزفير اللي هي ايه؟ الدهون. فايه اللي بيحصل بالظبط او ايه الشكل السليم بالظبط اللي بتخرج فيه الدهون؟ تخرج عن طريق النفس. لما انت حضرتك بتتنفس الاكسجين يخش يكسر ذرات الهيدروجين والكربون المترابطه ببعض، فبتتكسر فبيخرج الدهون عن طريق النفس. طب ما هو سهل جدا، طب ما في واحد يجي يقول لي ايه؟ طب ما انا ممكن اقعد اتنفس واقعد هتخش في حاجه اسمها هايبر فنتليشن اللي هو هيغمى عليك من كتر الحركه دي. هايبر فنتليشن ان انت من كتر يعني اللي انت بتتنفس كتير فيغمى عليك. فمن الافضل انك عشان تحرق دهون بشكل سليم وبشكل قوي، انك لازم تعمل مجهود مش عنيف بس مجهود على الاقل متوسط. متوسط انت ايه؟ تجري في المكان، تتحرك، تتمشى
بصوره عاليه شويه، تزود في السرعه شويه، مش تزود قوي بس تمشي بسرعه شويه، تنزل تلعب تنزل تلعب في الجيم، تجري، تعمل اي حاجه، بمجرد ان انت بتجري تلاقي جسمك بيتنفس لوحده. فالنفس ده بيخرج فيه ايه؟ الدهون. الدهون يبقى كده احنا عرفنا الاجابه السريعه او الاجابه الصحيحه، الدهون بتخرج عن طريق النفس وليس عن طريق التعرق وليس عن طريق البول وليس عن طريق البراز، وليس الدهون بتتحول لعضلات، الدهون ما بتتحولش لعضلات. بس كده. اتمنى لو الفيديو عجبكم اتمنى تضغط لايك وتعمل اشتراك في القناه، وما تنساش تدعمنا اكتر واكتر انك يعني تشارك المحتوى ده ما بين اصدقائك. صدقني محتوى ان ازاي الدهون تخرج من الجسم مش كل الناس عارفاه، وكل الناس عندها مسكونسبشن او اللي هي عندها يعني اعتقاد غلط. فاتمنى تنشر الفيديو ده ما بين اصدقائك وما بين الناس اللي هي عايزه تعرف بالظبط ايه اللي بيحصل في جسمها، وتشيل المعتقدات الخاطئه اللي كنا احنا بنين عليها حياه كتير قوي. زي في كذا فيديو تاني، يا ريت اتمنى تشوف القناه كلها، هتلاقي في فيديوهات في فعلا ناس كانت بتفتكر حاجات كتير قوي غلط العلم دلوقتي بيصححها. شكرا جدا ليكم، واتمنى تنساش بلايك، تعمل اشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا نسيت دي على طول بنساها كل شويه. ومعكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.